تفضلوا لا تبكوا سيدي. عدوهم سيدي عدوهم. مو مستاهله. لو سمحتوا وقولي هون. سيدي مشان استاذ عبد العظيم شو بدي اعمل براتبه؟ بتضل موقف له الراتب لاقول لك صرفه وبتصرفه. مثل ما بتأمره سيدي. طب وفاء؟ نعم سيدي. ما عاد قلت لي طلقت المدام ولا لا؟ عفوا سيدي، انتوا مين خبركم؟ ليكو مكتوب على جبينك ولا ما بتطلع بالمرايه قبل ما اطلع من البيت؟ معكم حق سيدي، اليوم تاخرت شوي بالفئه، خفت لاتاخر على الشغل، قمت طلعت من البيت من دون ما اغسل وشي. عيب عليك، محيهم من على جبينك، يعني عجبتك هالفضايح؟ حاضر، بمحيهم، بمحيهم سيدي، تأمروا شي تاني؟ سلامتك. سامر العظمي. ايه صار لازمنا واحد شوى. مرحبا امل. اهلين. عندك مراية؟ ايه لو سمحتي. افتح لك اياها. تفضل. زكاتي شوفي لي مكتوب شي على جبيني. لا هذا اللي مجنني. الله يثبت علينا العقل والدين. جن ايه مال الكتاب وتعال اشرب قهوه خلينا نحكي لنا كلمتين. على مهلك علي، وحده الو بدك ساويها بالاول ايه من الكتاب ولا نحكي كلمتين ولا اشرب القهوه؟ خليك جدي واسمعني. إيه انا جدي. تفضلي كلي اذان صاغيه. شو من شان حفله بكره؟ يعني ضروريه الحفله. هاي شغله خلصنا منها ولا اللي بدنا نقوله من عيده؟ حاضر اوامرك. أنا عزمت كل رفقاتي ووصيت على الأكل والضيافة من برا، كله جاهز. كتير منيح، معناتها شو لازمة؟ سلامتك، بس عم أقول لحالي يعني بتحب أدفع حق الأغراض أنا ولا خليهم يبعتوا لك الفواتير على الشركة؟ لك شو دخل الشركة بالحفلة؟ طبعاً تفعيهم أنت. إيدك لكان. شو بقى؟ إيدك على المصاري. وقديش المبلغ؟ بعتقد شي 50,000 بكفي. 50,000 شو؟ شبك انتفضت؟ يلي بده يعمل جمال بده يعلي باب داره. 50,000 وهي مختصرة كتير. إذا بدي أعمل مثل ملازم 100,000 ما بكفيك. أنا لا بدي أعمل جمال ولا بدي أعلي باب داري، بدي أعمل قطاط هيك نيو نيو وطي. لك ما أقول لك هان كل وحدة قطعة جاتو كاسة عصير ب50,000 ورقة، لك شو عزمة نسوان القطر كلهن؟ الجماعة معزومين على بيت مدير عام، وبدك ياني ضيفهم قطعة جاتو كاسة عصير؟ مو حلوة؟ بدك ياهم يطلعوا يحكوا علي وعليك؟ أنا رتبت الأمور ووصيت على بوفيه مفتوح بيرفع راسك تمام. لك هيك بوفيه ما بتخلي لي راس منو؟ أنا معاشي، لك ليه بدي أتحمل هالمصاريف؟ ما بكفي هي الشغالة، عم تلطش ثلاث أرباعه. لك منين بدي أجيب لكم مصاري؟ أنا منين؟ ومين قال لك تصير مدير عام؟ الحق علي. إلا عن هذيك الساعة اللي صرت فيها مدير عام. شوف. شوف الأسوارة ما أحلاها. شايف؟ مسك؟ شوف الخاتم الألماس بجنن. شايف ما أحلاه؟ هلا هدول كلهم هدايا؟ ولسه الخير لقدام. تعرف أنا لازم كل شهر أعمل لي حفلة هيك. ما خطر على بالك تفكري انه ممكن يطلبوا شيء منك مقابل هالهدايا هاي؟ ما في شيء، طلباتهم كلها بسيطة، وأنت أدى وقدود. يعني طلبوا؟ خذ اقرا. لا هدول بسيطين. يرجى التوسط لدى وزير التموين لتعيين ابن أختي مراقب تموين. يرجى التوسط لدى قائد الشرطة لنقل ابني الكبير إلى شرطة المرور دراجات.
ليش مكرك عليها هي دراجة؟ يرجى التوسط لدى السيد وزير الإعلام لتعيين ابن عمي كبير مخرجين. ملاحظة، ابن عمي خريج ميكانيك. لا بسيطة هي الطلبات، شو الحكي؟ في شي طلبات تانية كمان؟ طبعا رح تلبي لهم كل طلباتهم وما رح تكسفني قدامهم، ما هيك حبيبي؟ إيه ما حزرتي. لكن شو رح تساوي؟ شو؟ أحمد! خدني على مرقاب المديرية. حاولنا نصلحه وما قدرنا. شو بدك اياه نرجع فرد برا مشان نقول بعدنا مخربين؟ ايه طيب اعطيني فرصه، انا متاكد اني بقدر صلحه. طالما بالصناعه قالوا لنا ما بتصلح، بده قطع غيار من الشركه اللي صنعته، شو انت افهم منهم؟ ما في حدا افهم من حدا، الموضوع وما في اني انا عامل دوره عليك، وصرت عارف اعطاله، انت بس خليني احاول، اذا لازم له قطع غيار طبق له اياها، انت بس اسمحني. ما اسمح لك. أصلاً أنا بدي إلغي ورشة التصليح بالمديرية وأرجع أصلح بالصناعة. طبعاً أحسن، فاتورة رايحة وفاتورة جاية، والله بيعلم شو بتسجل فيها. بس جرب نفسك وزين كلامك، أنت عم تحكي مع رئيسك، فهمت؟ وتفضل بعد مطرود الشباب. تفضل. مين سيادة المدير العام؟ أهلاً وسهلاً أحمد سيدي، تفضلوا، تفضلوا لهون سيدي، تفضلوا. يعطيك العافية. الله يعافيك سيدي، أهلاً وسهلاً. شو اخبار المرقب؟ تمام سيدي، كله تمام. والسيارات؟ جاهزة سيدي، كلها جاهزة. إذا بدكم سيارة ثالثة سيدي في زيادة. لا شكرا، بس قل لي شو أخبار أبعد؟ عم يداوم؟ داوم سيدي داوم. وعم تشغله مثل ما وصيتها؟ ما عم خليه يرتاح دقيقة وحدة. على طول حامل الليفة والسطل ومن سيارة لسيارة. برافو عليك، لكان خلينا نستفد. تفضل سيدي، تفضل. سيدي تعفيني من الشغلة. اخ انا معي ديسك بظهري وما خرج هالشغلة منوب، فيا ريت ترجعني على المديرية. بس انا شايف انه هالشغلة لبنت لك منيح، ثقتي فيك كبيرة يا برعد، انك رح تخلي سيارات المديرية تطوي ضوي. اي مو حلوة سيارات الشركة تمشي بالشارع وهي موسخة، مو هيك؟ مزبوط سيدي، بس اللي دلك علي ما نصحة، في غيري احسن مني بكتير لهالشغلة. شو بو الشغل؟ ما في شيء سيدي، ما في شيء. إيه لا في، اكيد صاحت لك شيء زحطه وانت عم تغسل السيارات جاي تطب على خلقتها. يا ابو رعد دير بالك، العمر مو بعزقك، اوعى تصحطها. حاضر سيدي، ما بصحط. لطيف. نعم سيدي. سبيني على مكتبك حضر القهوه لبين ما كمل جولتي. حاضر سيدي، حاضر. اه يا اوعى تصحطها. السيارة كانت بحاجة لقطع غيار، قلت لهم قايمة فيها، عم جابوا لي قطع
ماذا انا شهر زمان ردت تتزين؟ مشان هيك كنت عم تتخانق مع رئيس المغاره؟ ايش مين حضرتك؟ انا المدير العام. المدير العام؟ اي نعم، المدير العام. مديرنا؟ مديركم. مو معقول. وليش مو معقول؟ على كل إن الله بعتك لفش لها خلقي. في باص جديد اجانا هديه، ما صار له سنتين بالمرآب. طلع عليه شوفير غشيم قام نزعه من اول مشوار. عرضت على رئيس المرآب اني صلحه وطبق له القطع اللي لازمته، ما رضي. ليه؟ رئيس المرآب ما بده الباص يتصلح، لانه صهره عنده ميكرو صغير. دبر له عقد مع المديريه مشان يشتغل بدال الباص المعطل. طبعا من مصلحتهم انه يضل الباص معطل. انت واثق انك بتقدر تصلحه؟ سيدي انا عامل دوره على هيك باصات. بعدين لا بدي اجره ولا بدي مكافاه. بصلحه ضمن الدوام اللي عم بقبض عليه معاشي. يعني ما راح خسر المديريه شيء. خلص السياره اللي بين ايديك وقول الله. يعني صار فينا نقدر نصلحه سيدي؟ بتصلحه وبقول لك مكافاه. سامي خليكم.